بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التعصيب: والعصبة بالنفس على قسمين، عصبة بالنسب وعصبة بسبب. عصبة بالنسب يعني بالقرابة، كالأب والابن والأخ والعم وابن العم وابن الأخ وغيرهم من العصبة بالنسب، يعني لقرابته من الميت. وعصبة بسبب، العصبة بالنسب هم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم والمعتق. ونكتفي اختصارا بتفصيل صاحب الرحمين. يقال لهم عصبة بالنفس، هم كل وارث من الذكور، يشمل جميع ورثة الميت الذكور بما في ذلك الأخ وغيره والعم وغيره، بخلاف الزوج فإنه ليس بعاصب لأنه لا قرابة له، والأخ لأم ليس بعاصب لأنه لا قرابة له وإنما قربه بالأم فقط. والمعتق عصبة بسبب ليس بالنسب، ليس لقربه من الميت أو لكونه عم الميت أو أخ الميت، لا. العصبة بسبب: صاحب الولاء ذكرا كان أو أنثى وهو المعتق وعصبته المتعصب. العصبة بالسبب ذكرا كان أو أنثى. العصبة بالنسب لا يكون عاصب بنسب وهو أنثى، لا يكون أنثى وإنما يكون ذكرا فقط. وأما العاصب بالسبب فالسبب قد يناله الذكر وقد يناله الأنثى، فالمعتق يقال له عاصب بسبب، المعتقة عاصب كذلك وإن كانت امرأة لأنها عصبة بسبب، فهي أعتقت فنالت شرف العتق، فنالت التعصيب. يقول لك مثلا: هل العاصب يكون أنثى؟ نقول نعم، يكون العاصب بالسبب أنثى، ويكون العاصب بالنسب لا يكون إلا ذكرا. العصبة بسبب: صاحب الولاء ذكرا كان أو أنثى وهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، ويكون التعصيب به بعد فقدان كل العصبة النسبية. عصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. فالعاصب بالنسب يكون عاصب، صحيح هو نفس عاصب، ويكون عاصب مع غيره أو بغيره، كالأخت مع البنت هذه عاصبة مع الغير، الأخت مع الأخ، والبنت مع الابن عصبة بالغير. وأما عصبة بالسبب فلا يكون العاصب إلا عصبة حقيقيا متعصب بنفسه لا بغيره ولا مع غيره. يعني العاصب بالنسب يكون ذكرا ويكون أنثى إذا كان مع غيره أو بغيره، وأما العصبة بالسبب
فلا يكون إلا هو متعصب بنفسه لا بغيره ولا مع غيره. مثلا هالك عن أخ وأخت, هالك عن أخ وأخت, لمن الميراث؟ لهما معا, لأنهم الأخت عصبة بالغير, عصبة بالغير فتنال شيئا من الميراث. لكن هالك عن ابن معتق وبنت معتق, الميراث لمن؟ لبنت المعتق؟ لا, لابن المعتق وحده, وأخته لا تأخذ منه شيئا لأنها ليست من عصبة النفس ولا من عصبة مع الغير ولا بالغير, فلا تأخذ شيئا. مثلا فرق بين أخت معتق وبنت وأخت, أخت معتق وأخت عصبة مع غيرها مع أخيها, عصبة بالغير مع الغير يعني بالغير, فالأخت وحدها لا تعرث بالتعصيب أبدا في الموالي في المولى, المولى المعتق. والأخت إذا كانت هي معتقة ترث, لكن إذا كان أخوها معتق فلا ترث شيئا. هلك هالك عن بنت معتق وابن معتق, لمن يكون المال؟ لابن المعتق وحده. هلك هالك عن بنت وأخت للميت, يرثان بالتعصيب, البنت يكون لها النصف فرضا والنصف الآخر تأخذه الأخت لأنها عصبة مع الغير. أخ وأخت المال بينهما لأنهما الأخت مع الأخ عصبة بالغير. معتق وأخ معتق وابن ابن ابن عم معتق, من يأخذ العتق؟ من يأخذ درجة التعصيب؟ معتق وبنت معتق وأخ معتق, من يأخذ ذلك؟ المعتق نفسه. ما وجد المعتق ابنه وبنته أيهم أولى؟ الابن فقط, والبنت ليس لها نصيب من العتق من التعصيب لكونها بنت معتق وليست هي المعتقة. أما إذا اعتقت البنت فتكون عاصب, لأن عصبة النسب يجوز أن تكون بالسبب, عصبة أصلية, عصبة يجوز أن تكون عصبة, عصبة بالنسب أو بالسبب. العاصب يأخذ المال إذا لم يوجد إلا بنت معتق, فإن بنت المعتق لا تأخذ شيئا. مثال ذلك هالك عن بنت معتق وأم معتق وابن ابن 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 عم معتق, من يأخذ المال؟ ابن العم البعيد يأخذ المال دون
بنت المعتق وأمه، لأن بنته وأمه لا يرثان بالتعصيب بباب الولاء. العصبة بسبب صاحب الولاء ذكرا كان أو أنثى وهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، ويكون التعصيب به بعد فقدان كل العصبة النسبية أو قيام مانع بهم، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله صلى الله عليه وسلم: الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى. وترتيبهم كترتيب عصبات النسب، ترتيبهم ترتيب العصبات بالموالي كترتيب عصبات النسب. فمثلا هالك عن ابن معتق وأخ معتق، لمن يكون المال؟ ابن المعتق. هالك عن أخ معتق وابن أخ معتق، هذا الميراث لأخ المعتق. هالك عن عم معتق وابن ابن ابن عم معتق، هذا العصبات بأنفسهم يأخذون المال. هالك عن ابن معتق كافر وبنت معتق مسلمة، وابن ابن ابن عم معتق مسلم، لمن يكون المال؟ ابن العم البعيد المسلم، لأن الابن القريب لكن قام به مانع وهو الكفر، فلا يرث بالتعصيب كافر. وترتيبهم كترتيب عصبات النسب، إذا وجد ابن معتق وابن ابن معتق، لمن يكون المال؟ ابن معتق. إذا وجد عم معتق وابن عم معتق للعم، إذا وجد أخ معتق أخ معتق لأب أخ لأب للمعتق، وابن أخ شقيق للمعتق، يكون للأخ لأب المعتق دون ابنه الذي لأب وأم. ترتيبك ترتيب عصبات النسب. جهات التعصيب ستأتينا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: في يدي جرح عميق وعليه عصابة، فكيف أتيمم به؟ فكيف أتيمم عليه؟ الجرح هذا إذا كان في مكان الوضوء من المرفق إلى الأصابع فهذا يجب عليك أن تتيمم له إن لم تستطع غسله. ما غسلته يجب عليك أن تتيمم له. أما إذا كان هذا الجرح فوق المرفقين فليس يجب نحوه شيء إلا في الغسل من الجنابة. يقول السائل: ما هو قولكم في الكرامات التي يدعونها الصوفية من تحريك الجبال ونحوها؟ كرامات الأولياء، أولياء الله جل وعلا من هم؟ هم المتقون المؤمنون بالله وبرسوله، هؤلاء هم أهل الكرامات. والغالب أن أولياء الله ما منهم أحد يزعم أنه ولي،
وإنما الكذبة الذين يكذبون على الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل ويتقرب العامة إليهم، هؤلاء ليسوا بأولياء بل هم فسقة. ينظر في عمل الرجل، إن كان عمله صالحا فهو ولي من أولياء الله، أما إذا كان عمله فاسد فيرد عليه بأنك لست من أولياء الله تبارك وتعالى. يقول السائل: هالك عن أبناء وبنات، فهل يقدم عليهم المعتق أن يرث وهم لا يرثون؟ لا يرث المعتق ما دام يوجد من الورثة أحد فهو أقرب الورثة، فالأبناء والبنات والأقارب بالنسب هؤلاء أقرب من القرابة بالتعصيب بالولاء. ماذا قلنا؟ قلنا لا يمكن أن يعطى المعصب بالولاء شيئا مع وجود أحد من الورثة. يقول السائل: هل يجوز للبائع بيع العطور على المسلمات إذا غلب على ظنه أنهن يستعملن خارج البيت والأماكن مجتمع؟ يجوز للمرء أن يبيع الشيء الحلال سواء استعمل في الحلال أو في الحرام، لأنه ما يلزم أن يقول ماذا تستعمل هذا التفاح أو هذا العنب، هل تأكله أو تصنعه خمر؟ ما يجوز له ذلك، بل عليه أن يبيع الشيء المباح متى ما اشتري منه وهو بائع، يبيع التمر، يبيع العنب، يبيع كل المحللات الحلال يبيعها ولا يسأل صاحبها. إذا تبين له أن هذا الرجل يستعمل هذه المحللات في الحرام تيقن ذلك فلا يجوز له أن يبيعها عليه، أما إذا جهل ذلك فلا يلزمه. كذلك إذا باع على امرأة قماش خفيف الشكل مثلا ما يستر العورة، ما يجوز له أن يقول لها ماذا تستعملين هذا القماش، يبيع القماش لأن استعماله حلال فتستعمله كيفما شاءت. يقول السائل: اشتريت أرضا للبيع، كيف تكون الزكاة فيها وهل تجب الزكاة علي علما بأن لدي دين 500,000 ريال بسبب الأرض، وهل أحسب هذه في حسب الزكاة؟ إذا كانت الأرض التي اشتريتها للتجارة فعليك زكاتها من حين يحول عليها الحول، عليك زكاتها. وإذا كنت مدينا بقدرها فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، هل تحسم من الزكاة مقدار الدين أو لا يحسم؟ والأموال تختلف، مال ظاهر ومال خفي، فمال الظاهر قالوا تحتسب زكاته في تؤخذ من رأس المال، والمال الخفي الذي لا يدرى عنه يجب على المرء أن يعطيه حقه كاملا. فمثلا إذا كان عنده 1,000 ريال مطلوب منه فيه زكاة، مطلوب منه 5,000 ريال مثلا، فيلزمه أن يسدد الدين كله الذي عليه سواء ظهر للناس أو لم يظهر. أما ظاهر المال الذي هو ظاهر فقالوا يسقط الدين الذي في الذمة، والمسألة فيها خلاف. يقول السائل: هل البرجئة مسلمون عصاة أو مبتدعة أو كفار؟
المرجئة أخي مسلمون ويحكم بإسلامهم، لكنهم متفاوتون. ولذا قال هذا مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء يستحسنون بعض الشيء وهم فقهاء، إلا أنهم قصروا في الواجب، قصروا في أداء الواجب، فيعتبروا تقصيرهم على أنفسهم ولا يخرجهم عن الإسلام. المعصية مهما وقع فيها المسلم لا تخرجه عن الإسلام إذا كانت دون الكفر، أما إذا كانت المعصية كفرا فهي تخرج المسلم عن الإسلام. يقول السائل: ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ المسلم من أدى أركان الإسلام الظاهرة، وقد يكون عنده شيء من النفاق الله أعلم به ما ندري عنه، وقد يكون مؤمنا حقا مسلما حقا. وأما المؤمن فهو المطبق لتعاليم الإسلام ظاهرا وباطنا. يقول السائل: هل هناك دعاء استفتاح في صلاة الجنازة؟ ليس بالاستفتاح في صلاة الجنازة استفتاح، لأن صلاة الجنازة يؤمر المسلم فيها بالإسراع والتنجيز، والاستفتاح يبطئ بها، فهو مأمور بالإسراع فيها، فلا يسرع فيها الاستفتاح، ولا يلزم قراءة سورة غير الفاتحة. يقول السائل: ما هو الأجر المترتب على الطواف؟ الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. الطواف بالبيت يؤجر فيه المسلم كأجره في الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.